معاكم استاذ محمد جابر، فيزياء ثانويه عامه، خبره اكتر من 10 سنين. من التركات اللي احنا عودناكم عليها، هنبص على فكره الموصل غير منتظم مساحه المقطع. بيجي لي كذا سؤال في الموضوع ده. كيو ان، ايه كميه الكهربيه اللي داخله؟ هل بتساوي ولا اكبر ولا اصغر من كميه الكهربيه اللي خارجه؟ هل شيل التيار اللي داخل وشيل التيار اللي خارج برضو نفس الكلام؟ سرعه انجراف الالكترونات، ودي اول مره تسمعها. وبالنسبه طبعا للسرعه دي هنتكلم في حاجه بالتفصيل شويه فيها. تعال نركز بس، لما يجي لك سؤال زي ده هتقول لي الاي ان بتساوي الاي اوت، شد التيار داخل من هنا هو نفس شد التيار اللي خارج من هنا، يبقى الاجابه هنا ايه؟ تساوي. برضو لو انا اتعاملت مع الموصل ده كانه ماسوره ميه، فكميه الميه اللي داخله هي نفس كميه الميه اللي خارجه، يبقى الكيو ان بتساوي الكيو اوت. ولكن هنا واضح ان السرعه او مساحه المقطع هنا في الدخول اقل من مساحه المقطع للموصل في الخروج، وبالتالي موضوع السرعه ده هيختلف شويه، زي فكره معادله السريان اللي خدناها في ثانيه ثانوي ساعه خرطوم الميه. طب انا افهمك على حاجه، هنكتب لك قانون وبعد كده في فيديو تاني نثبته. القانون بيقول لك ان شد التيار تساوي ان في، تمام، اي في اي. ان في عدد الالكترونات لكل حجم، اي مساحه المقطع، في سرعه الانجراف، اي شحنه الالكترون. طب انا عايز اعرف ايه الحاجه هنا اللي ثابته، تقول لي الاي تساوي الاي يبقى ده ثابت، ان في ثابت، اي ثابت، اذا الاي والفي هما الحاجه اللي بتتغير، وبالتالي اي في دول انا هنزلهم، اي حاجه ثابته تعودنا ان اشيلها واحط واحد، واقلب علامه اليساوي لعلامه التناسب. اذا ان السرعه تتناسب تناسبا عكسيا مع المساحه، فتيجي تقول لي ايه؟ ان اقل من اي اوت، اذا في ان اكبر من في اوت. كان معاكم استاذ محمد جابر.